السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد من One Hour Networking. موضوعنا هاي المرة، إحنا يعني عملنا شبكتنا، طيب يعني ليش الناس بدهم يشبكوا على شبكتنا إذا ما كانش فيها خدمات نهائيا؟ يعني ما إحنا مش يعني ما قدمنا شيء نهائيا لحديت الآن، فلازم يكون في عنا خدمة نقدمها للزبائن علشان يجوا يشتروا البطاقات تبعتنا عشان يصيروا على شبكتنا. فعلشان يقوم بهاي العملية لازم يكون في عنا سيرفر، السيرفر اللي لازم يكون يقدم خدمة الفويس اوفر اي بي. فأنا هون عندي سيرفر عملت له كونفيجريشن، فكل اللي عملته هو apt get install asterisk. asterisk زي ما اتفقنا انه هو يعني انتو خلينا نروح على تجيوم، فهو ديجيوم تبرعوا بالانجن للناس، فحكوا له من يعني حكوا للناس انه تستفيدوا من المحرك الاساسي تبع الفويس اوفر اي بي. هذا الفويس اوفر اي بي ما بيحتاج ل دي اس بي، يعني انت ما مش بحاجه لاكثر من معدات غير جهاز. طبعا علشان تربطه بالببليك سويتش التليفون نتورك لازم يكون عندك الانترفيس الخاص بهالموضوع اللي هم حاطينه هنا. اتوقع حاطين صورته ورجتكم اياها هون، خلينا ندخل هون على اتوقع هون كان هون. هاي شايفين هاي الانترفيسز بتحط على المذر بورد تبعك، وبعدين بتقدر توصل يعني بتوصل سلك من من خطوط التليفون، وهاي خطوط التليفون طبعا انت وصلته بخط التليفون تحول عندك صار عندك اتصال بخط بالخطوط الارضية، فكل الشبكة تبعتك الفويس اوفر اي بي بتقدر توجه البيانات اذا حدا طلب اتصال بالشبكة الارضية عن طريق هذا البورت او هاي يعني الانترفيس اللي عندك. طبعا انت بتقدر كمان تستعيض عن هذا كلياته اللي هو السب ترانكينج. طبعا بتحكي له اول شيء asterisk، او بتدخل بتروح بتنزل asterisk وبتنزل اللي هي يعني بتنزل السورس تبعه install asterisk asterisk source. طبعا هون انتم شايفين في عندك كم هائل او اوبونتو يعني حطيتهم لموضوع الاسترسك. طبعا هذا هو دهدي او اللي هو ديجيوم استرسك هاردوير ديفايس انترفيس، هذا هو المسؤول عن اتصال يعني الاسترسك سيرفر ب الببليك سويتشد تليفون نتورك. طبعا طيب مش هاي تقدر تنزل انت بيلد اسينشالز او بيلد او اسينشالز، وبتنزل يعني بتنزل عدد من اللابس، وبعدين بتعمل كومبايل للاسترسك. لكن احنا عملنا له داونلود، فبتدخل على cd/etc*، وهنا بيكون عندك كل الاشياء الخاصه بدون اهل. خلينا نورجيكم اياهم. يعني مثلا في عندي هنا H323، هذا الترانكينج للي اخذوا اتصالات. ترانكينج ايش ترانكينج؟ انا بدي اربط مجموعه من يعني الخطوط الهاتف بمنطقه اخرى عن طريق الترانك. الاكستنشنز يعني هم عباره عن ايش الارقام اللي احنا بنعملهم. طبعا انا عملت سامبل معينه لل فويس اوفر اي بي تبعي، فهون انا دخلت عليهم وحكيت هاي extensions.conf. فهون لو نزلنا للاسفل هون طبعا هاي اشياء بسيطه. في عندي extension الاول اللي هو work ماخذ الرقم 101. طبعا عندك extension 102
في عندي هو عبارة عن سب، هذا هو البروتوكول اللي بيتم عن طريقه. يعني زي لما احكي جي اس ام، في لهم كودك معين، في لهم نوع من الستريم للصوت، هذا عبارة عن سيشن انيشيشن بروتوكول. طبعا عندي اول تليفون اسمه الورك اللي هو 101، 102 اوفيس، 103 هوم، 104 موبايل، 105 ايفون. هاي بالنسبة لتعريفنا للاكستنشن، يعني احنا هيك عملنا تعريف لخطوط الهاتف. هسا بدي اعمل هون بالسيشن انيشيشن، مش عملناهم سب كلياتهم، يعني كل انواع التليفونات اللي عندنا سيشن انيشيشن بروتوكول. هسا الخطوة اللي بعديها اني انا اجي احكي له انه يعني بدي اعمل حسابات لهاي التليفونات، اكاونتس يعني. فهون اجيت انا حكيت له بالنسبة للورك اللي هو 101 هو عبارة عن ورك، هذا الاوفيس فون. خلينا نلقي نظرة على هاي، هاي طبعا راح ترجعكم للاتصالات فعليا. اذا متذكرين بداية الكوميونيكيشن سيستمز الكتاب تبع هايكن، في عندكم بالبداية اللي هو الالو واليولو، اذا فتحتوا الكتاب راح تتذكروه مباشرة. طبعا انا حاطة كواليفاي ليش، علشان ما لما تتفرجوا يعني هاي مش ضرورية. نات اذا كان عندي الهاي هون الكونتكست يعني ايش الحساب. يعني هسا انت بالنسبة لك لما يكون عندك فويس اوفر اي بي بالنسبة للشركة كبرى، فانت راح يكون عندك كونتكست لللوكال سيت، راح يكون عندك كمان كونتكست مثلا ل راح يكون عندك للكومباني، لا في عندك للشركة تبعتك، في عندك للهوم مثلا كونتكست معينة، في عندك مثلا وورك، في عنا يعني انت بتحط مثلا الورك عندي 5 مكاتب، كل مكتب فيه له فون، ومثلا بالنسبة للبيت تبعك انت بتحط مثلا 3 أو 4 تليفونات، كل تليفون هذولا لحالهم كونتكست معينة، يعني حساب لحال، وتبعات الشركة حساب لحال. وحتى تبعات الشركة يعني مثلا في عندك واحد السيلز بده يكون لحال، وبده يكون عندي كمان المانجمنت لحال عشان ما حدا يتصنط عليهم ما يصير في عملية هاكينج، بده يكون عندك كمان الاي تي لحال، كل واحد لحال. فبهاي الحالة انا طبعا انا عامل تمبليت هون، ولا المفروض اجي هون على كل تليفون واحكي له انه انت لازم تكون تايب زي ما شايفين هون فوق، تايب بدي اكون فريند. يعني انا هون عامل تمبليت بستخدمه خلاص، بس احكي له اوفيس فون، باخذ كل اللي فوق بحطهم تحت، بس بحط السيكريت. يعني هاي زي كاني انا شلته وحطيته هون، حطيت كل هذول الاشياء وصارت بالورك، وكذلك طبعا الاوفيس، وكمان الاوفيس والهوم والموبايل. الان انا بدي اجي هون، يعني انا خلصت هيك هاي كيو سوري هاي كيو، طبعا هون بدي اجي اعمل سي دي واجي احكي له يا اما راسترسك او استرسك عادي ما في مشكلة داش ار. وهنا لو حكيت له الان انا طبعا هنا خليني بس اجي القي نظرة اورجيكم هون، هذا ايكيجا، خلينا نسكر هذا اللي هون، هذا عبارة عن فويس اوفر اي بي كلاينت. انتو شايفين هنا انه عامل سبسكرايب للسيرفر تبعنا. ليش؟ لانه السيرفر تبعنا لو اجيت هنا نعمل سي خلينا نعمل اي بي ادرس شو ايث 1 ايث 1، انتو شايفين هون انه انا عندي هاي الاي بي ادرس. فلو اجيت فوق ألقيت نظرة هنا أنا شابك عليه، كيف بدك تعرف إن أنا شابك عليه؟ هاي الورك وأنا ريجستر، نعمل إيديت نتفرج عليهم. هاي الريجسترر اللي هو السيرفر، يعني هاي الاسم، هذا أي شيء سميه عادي مش مشكلة. وورك هذا هو اليوزر،
احنا شفنا اليوزر وورك، المين اللي بيعمل اوثنتيكيشن كمان وورك، وهنا اللي هي اي بي سي 1 2 3 اللي هو الباسورد تبعنا. طبعا اذا عملت له ديسيبل خلينا نتفرج على عمليه ال هاي عشان مباشره عمل ريجستر. في عندي هنا بس لا يعني لا للتستنج هاي اللي هي عمليه يعني نوع من التست اللي هي هالو وورد، بس يبدو انها مش شغاله عندي. مش مشكله. طيب انا حاليا بدي انتقل لهون وبدي ادخل على الاسترسك واحكي له شو سب بيرز. طبعا انتم شايفين هون انه الاثنين او لا خلينا نكبره شوي هون عشان تشوفوا بطريقة احسن هيك، بجوز هيك احسن شيء. شو سب بيرز تمام. انت شايف هون الاوفيس مين اللي متصل، موبايل والورك اللي احنا عليه الورك اللي هو الاي بي ادرس تبع هذا الجهاز، فهذا انريتشابل بدي اعمله ريتشابل. بس اول شيء خلينا ننتقل ل نعمل هيك ونشوف كيف بيتم عمليه يعني الشبك على شبكتنا هاي. فانا بدي اخذ اللاب، هاي احنا شايفين هنا بتتم العمليه. بعدين بما انه تمت العمليه عندي هون خلينا انتقل هون، شايفين هاي في عندي موبايل از ناو ريتشابل، هاي اللي انا بدي اشوفه انه انا قادر اني اتصل فيه. الان صار 4 ملي سكند لحتى ما اتصل فيه، 6 ملي سكند بدنا نقوم بعملية الاتصال علشان نشوف العملية بتتم ولا لا. طبعا انتو شايفين هنا او اذا انتو شايفين في اعلى هاي accept، هاي هنا ال connected وانا حاليا يعني بتكلم على ال على، لكن هنا في عندي مشكلة بال preferences، ففي عندي الاوديو اتوقع بده عملية معينة، الاوتبوت مش مشكلة. المهم انه يعني وصلتكم الفكرة من ناحية يعني شايفين هاي المكالمة. طبعا كمان المكالمة تبعتنا ممكن تكون كمان فيديو، لكن ما في عندي يعني ما في عندي ادوات الفيديو حاليا. كمان بقدر اتفرج على، لا مش هنا. طيب مش مشكلة، هيك احنا بنكون يعني غطينا اكبر قدر ممكن من المعلومات والاشياء اللي هي خاصة. يعني لو حكيت له الان شو لا بناش شو channel channel show channel او show show خلينا يعني هيك احنا بنكون يعني عملنا زي ما نقول ريفريش عن كل الاشياء الخاصة بالاتصالات والشبكات. في شيء بس يعني مهم انك تعرفه انه مش هاي، انا كنت بدي اورجيكو انه في عنا في عنا يعني في عنا اتصال. لو انا بس ادخل على يعني راح عن بالي ايش الامر اللي هو اللي يعني بيعطينا بيعطينا ايش الشانل اللي شغاله. احنا حاليا في عنا مكالمه شغاله الى الان، صار لها دقيقتين و16 17 2 18 وهكذا. فانا بدي راحت عن بالي. طيب بدك تعرف انه يعني موضوع الاتصالات موضوع الشبكات انه تعلمناه بالجامعة هو موجود، لكن يعني احنا بعيدين عنه لانه احنا مستخدمين مستهلكين اكثر مما احنا مصنعين. فيفضل انك انت يعني
الشغلات النظرية حلوة ومنيحة، لكن انت لازم تشوف الاتصالات من وجه التطبيقي اكثر ما هو من وجه النظري. شاكر لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.